مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. مساء الخير جاي. مساك الله بالخير بسام ويا مرحبا فيكم مشاهدينا. مجتمع واعي هو اسم على مسمى بالفعل. اليوم يتجسد الوعي في مواقف المواطنين وقعدتهم في البيت والتزامهم بالإجراءات الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل رقية، التكامل والتعاون هو اللي يدفعنا للتقدم والنجاح، وهذه هي القاعدة وهذه هي الرؤية اللي احنا نمشي عليها واللي اتفق عليها طبعا الشعب والمسؤولين في مملكة البحرين، وذلك لتجاوز تحدي فيروس كورونا. تحدي؟ يعني خلني أقف شوية عندها بسام. بصراحة أنا وايد أحب أستخدم كلمة تحدي خاصة في هالمرحلة، لأنها تعبر عن الثقافة اللي نمتلكها في البحرين لمواجهة التحديات. اليوم نتحدى كورونا ونتحدى كل الأشياء المرتبطة فيه، من ظروف اقتصادية وتغيرات اجتماعية وغيرها من الأمور. نتحدى ونتحد كلنا مع بعض، والهدف مو بس إن احنا نتجاوز هالمرحلة إلا أن احنا نستفيد وناخذ الإيجابيات ونعززها عشان نبني مستقبل مشرق بإذن الله للبحرين وأهلها. بالتأكيد رقية صدقتي بكلامك، اليوم كلنا نتحد ونتحدى هالفيروس، والرهان بالفعل على ثقافة المجتمع ووعيه، ومثل ما يقولون في الاتحاد دائما تكمن القوة. خلونا كلنا نشتغل ونتحد علشان نتصدى لفيروس كورونا. البحرين دائما قوية بهالها. أكيد طبعاً بسام، وتاريخنا الوطني سجل لأهل البحرين مواقف عظيمة في التكاتف والتلاحم، مكنت المملكة من تجاوز العديد من التحديات. وشخصياً أنا أعتقد أن تحدي كورونا هو قصة نجاح راح نكتبها وقاعدين نكتبها بإذن الله في هذه اللحظات. تأكيد. حياكم الله مشاهدينا، بنبتدي معاكم في جولة مع أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا. أعلن مجلس النواب أنه راح يعقد جلسته يوم الثلاثاء القادم عن بعد، واللي تعد الجلسة الأولى في تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين اللي يتم عقدها افتراضيا. وقال طبعا بيان المجلس أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وتفعيل للاستراتيجية البرلمان الإلكتروني بعد نجاح مجلس النواب في عقد اجتماعات اللجان البرلمانية وهيئة المكتب والشعب البرلمانية عن بعد. مجلس الشورى بعد اتخذ نفس الخطوة، وقرر معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن يتم عقد الجلسات العامة للمجلس عن بعد،
عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من المجلس. نعم بسام، وقرر رئيس مجلس الشورى أن يتم تطبيق القرار بصفة استثنائية طيلة سريان التدابير الاحترازية، وذلك اعتبارا من الجلسة 26 اللي راح تنعقد يوم الأحد القادم 12 من شهر أبريل. وفي خبر مهم طبعا يهم جميع المواطنين المقيمين في مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طرح 1,000,000 كمامة وجه طبية إضافية في الأسواق والصيدليات، ليبلغ إجمالي الكمية المطروحة 2,000,000 كمامة وجه طبية. كما أعلنت الوزارة أيضا أنه تم التنسيق مع الأسواق والصيدليات بتحديد سعر بيع الكمامة الواحد للمليون كمامة الإضافية اللي راح تنطرح اليوم مبلغ 180 فلس للقطعة الواحدة. بس خلنا شوية من هالأخبار وخلني يعني أسألك هالسؤال، حملت تطبيق مجتمع واعي بي أوير بحرين؟ للأمانة أنا أول ما تم الإعلان عنه حملته وشفت المميزات اللي فيه، صراحة يعني خطوة فريدة، استخدام أمثل للتكنولوجيا. صحيح، تطبيق جدا جدا ممتاز، يعني ما أعتقد في دولة في العالم فكرت بأنها تسوي تطبيق بهاي الطريقة اللي حتى ينبه الناس إذا كان في شخص. صحيح. يعني أو حالة قائمة جريبة منه، وصارت في عليه تطويرات وايد. يعني من أول ما تم تدشينه إلى الحين قاعد يصير فيه عمليات تحديث مستمرة، ولكن يعني أتوقع أن اليوم الجميع لازم يحمل هذه التطبيق لأنه وايد سهل ويوفر، أو هو بنشوفه دائما متوفر عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وحتى ممكن نحن نحصله في متاجر الهواتف الذكية. نعم، والصراحة يعني هذا التطبيق يعني يا جماعة الخير يعني يمكن معظمكم سمع عنه، لكن فريق الإعداد في البرنامج عد هذا التقرير اللي يشرح لكم هذا التطبيق، نشوف معكم التقرير ونرجع. الصحافة المحلية في مملكة البحرين تلعب دور بارز في زيادة الوعي والتثقيف، وذلك من خلال صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. بالتأكيد مشاهدينا نتابع معاكم أبرز ما تناولت الصحافة البحرينية حول فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم في تقرير الزميل محمد شكري، نتابع. نبدأ المطالعة من صحيفة البلاد التي تصدر في صفحتها مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي بأمر من سمو رئيس الوزراء، وتستفيد منها 17,000 أسرة ب5,500,000 دينار، حيث أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة حلول شهر رمضان مضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17,000 أسرة بحرينية، وأمر سموه بمضاعفة قيمة مخصص الإعاقة الذي يستفيد منها 12,000 من ذوي الإعاقة، وتخصيص ميزانية لتنفيذ الأمرين الكريمين لسموه، وأن يتم صرف هذه الإعانات منتصف إبريل الحالي. ومع صحيفة أخبار الخليج التي عنونت سفيرنا بالقاهرة إجراءات لتأمين عودة 250 مواطنا إلى البحرين، حيث أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن السفارة ستقوم بتأمين عودة نحو 250 مواطنا إلى البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا. وننتقل إلى صحيفة الأيام التي عنونت احتساب الرواتب وفقا للبيانات التأمينية المسجلة، التأمينات تسجيل إلكتروني لدفع رواتب المواطنين في الخاص، حيث دعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصحاب العمل إلى تسجيل بياناتهم إلكترونيا من خلال الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أضافتها الهيئة في موقعها الإلكتروني. وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تتيح لأصحاب العمل تسجيل رمز الحساب الدولي لدفع رواتب البحرينيين العاملين لمدة 3 أشهر. وإلى صحيفة الوطن اللي عنونت استئناف عمل المحال التجارية اليوم ارتداء الكمامات من 7 مساء و3 أشهر للمخالفين، حيث يبدأ عند الساعة 7 مساء اليوم سريان قرار إلزامية ارتداء كمامات الوجه الطبية لكافة المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.
الصحافة الوطنية لها دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، وعشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي في جريدة الأيام علي مجيد. مساك الله بالخير أستاذ علي، وفي اعتقادك شنو هو الدور اللي اليوم لازم تقوم فيه الصحافة في هذه الفترة؟ مساء النور ومساعدتك بالخير، وهذه مناسبة وفرصة تقدم بالشكر لفريق البحرين الوطني للفيروس كورونا والطواقم الصحية التي يعني كثير من الفرق حتى المملكة. صحافة البحرين هي صحافة وطنية بامتياز، قامت بدور كبير وتقوم ما زالت تقوم في المستقبل بدور كبير وأكبر للرياض المختلفة عند الصحفيين. شكرا استاذ علي. طبعا احنا نعتذر لان هناك خلل فني، راح اكيد نعود الاتصال فيك مجددا باذن الله. مشاهدينا راجعين لكم، لكن خلونا نطلع هذه الفاصل ومتابعين معكم. سلام أستاذ، شلونك؟ وحشتيني. أنا بخير الحمد لله، أنت بعد وحشتيني. ما تبين تطلعين تغيرين جو معنا؟ باقي لي يومين وبيكم. شدعوة ترى كلها طالعة وبتردين؟ لا ما أقدر، مو بزين لي ولكم، بس إن شاء الله قريب أشوفكم. أكثر من شهر مضى على توقف النشاط الثقافي في مملكة البحرين بشكل مؤقت، وذلك التزاماً طبعاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هيئة البحرين للثقافة والآثار ما توقفت من ذاك الوقت عن العمل على إعداد رؤية تنتقل فيها من العمل الثقافي على أرض الواقع إلى طبعا العالم الافتراضي. صحيح بسام، هيئة البحرين للثقافة والآثار قامت بتنفيذ رؤيتها في توفير باقة فنية ثقافية تعليمية على مختلف صفحاتها الإلكترونية بهدف تزويد متابعي الهيئة عبر الإنترنت بكل ما يثري أوقاتهم. هذه المبادرة أكيد تأتي في إطار تشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على الالتزام بأنهم يبقون في البيت ويبتعدون عن التجمعات. طبعا قبل نخوض حديثنا عن موضوع الانتقال للعالم الافتراضي من قبل هيئة الثقافة، راح نتواصل مع شبكة المراسلين ومعانا الزميل عبدالله الحسيني المتواجد حاليا أمام متحف البحرين الوطني. تفضل عبدالله، الكلمة عندك. تفضل عبدالله. يا هلا بسام ويا هلا رقية، أمسي عليكم بالخير وعلى متابعينا الكرام من العاصمة المنامة. أنا الآن متواجد بقرب مسرح البحرين الوطني التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار، هذه الهيئة اللي لا طالما حملت مسؤولية إيصال رسالة البحرين الثقافية للعالم أجمع عبر العديد من الفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، ولكن بحكم الظرف الراهن ما وقفت الهيئة عن تقديم كل ما هو ممتع وجميل ويوصل رسالتنا الوطنية والثقافية بالرغم من تحدي انتشار فيروس كورونا اللي يعيشه العالم والبحرين، وطبعا بتكاتف اهلها وباذن الله بنتجاوز هذه المرحله. هيئه البحرين للثقافه والاثار تواصل في هذه الظروف تقديم عدد كبير من الانشطه والرسائل الثقافيه الوطنيه من خلال موقعها الالكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مراعاه للتباعد الاجتماعي اللي يفرضه الوضع الحالي، ومن منطلق تحمل المسؤوليه الوطنيه للوقايه من انتشار فيروس كورونا ونشر الثقافه الصحيه الصحيحه. هذا كل ما لدي زملائي، وعودة لكم في الاستديو. شكرا لك زميلنا عبد الله، يعطيه الصحة والعافية. يعني أتوقع أن أعطانا
نبذه تعريفيه عن النشاط اللي راح تقوم فيه هيئه الثقافه والاثار. صحيح اكثر. وعشان نتكلم اكثر حول هالموضوع يسعدنا ان احنا نرحب بالشيخ خليفه بن احمد ال خليفه مدير اداره الاثار والمتاحف بهيئه البحرين للثقافه والاثار. يا هلا وسهلا فيك. مرحبا بك. يا هلا وسهلا شيخ. يعني اليوم طبعا نلاحظ ان الهيئه وفرت العديد من المعلومات حول المتاحف والمواقع الاثريه في مملكه البحرين، نبي نتكلم اكثر عن هذه الشيء. لعلنا اعتدنا في هيئه البحرين للثقافه والاثار اتباع نهج معالي الشيخ حميد بن محمد ال خليفه رئيسه الهيئه ومقولتها المتكرره ان الثقافه فعل مقاومه، والثقافه كما تعلمين هي ركيزه المواطنه وركيزه الهويه، ومن واجبنا تكريسها من خلال كافه الانشطه التي تقوم بها الهيئه، وربما فرضت علينا اجراءات محدده حمايه لنا وللمجتمع كالتباعد الاجتماعي، لكن يبقى التواصل والتقارب الفكري مباحا في كافه الظروف، وهذا ما نعول عليه من خلال الانشطه والبرامج التي وفرناها من خلال المنصات الالكترونيه كما تفضل التقرير السابق، وتم تدعيم منصات الهيئه الالكترونيه سواء كانت الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي او حتى قناه الهيئه على اليوتيوب بمضمون ثقافي متجدد يسمح للثقافه بان تصل لكل فرد في المجتمع حتى وان كان في عزله، وأن يكون المضمون متنوع سواء من الأمسيات الموسيقية التي أقيمت في الصالة الثقافية والمسرح الوطني أو المعارض الافتراضية التي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني ليتمكن الزائر من التفاعل معها، بالإضافة إلى عدة أنشطة إلكترونية تم التركيز عليها في هذه الفترة. جميل. نعم شيخ، يعني احنا في فترة يعني في الوضع خلينا نقول الطبيعي تعودنا على الفعاليات اللي تقدمها هيئة الثقافة والآثار واللي دائما نتعطش لها، والحين يعني من خلال الاجراءات الحاليه في هذا الظرف الاستثنائي تم يعني رفع هذه الفعاليات والامسيات اللي تم حتى تسجيلها سابقا في من خلال فعاليات هيئه الثقافه افتراضيا، لكن نبي نعرف اكثر شلون ممكن المستفيد يعني انا والشباب يعني وكذلك المواطنين المقيمين شلون نقدر احنا نوصل حق هذه الماده الافتراضيه. الكثير من هذه المواد في الحقيقة هي ليست مواد جديدة، لكن تم صياغتها وإعادة إبرازها للجمهور بطريقة سلسة يمكن التوصل إليها بكل سهولة وأريحية، وربما في هذه الفترة يمكن أكثر ناس تواجه تحديات هي أولياء الأمور. صحيح. وكيفية إيجاد أنشطة وبرامج ترفيهية وتعليمية لأبنائهم في هذه الفترة استثمار وقت الفراغ عندهم. بالضبط. فتم التركيز على هذه الفئة على سبيل المثال من خلال تحميل بعض أورقة الأنشطة التعليمية التي كانت مصاحبة لمعارض السابقة المؤقتة وكذلك المعنية بقاعات المتحف الدائمة، فبالإمكان من أولياء الأمور تنزيل هذه الدروس أو الأوراق وتقديمها لأطفالهم، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من الأمور التعليمية كالمعارض الافتراضية التي ذكرتها في السابق. فجميل أن تجتمع العائلة وتتجول في أحد هذه المعارض التي موجودة على الموقع الإلكتروني سواء كانت معارض الفن التشكيلي أو على سبيل المثال معرض الأختام الدلمونية التي أقيمت في المتحف العام الماضي، يبرز الأختام الدلمونية بشكل مبسط بالإمكان من الطلاب التجاوب معه، وكثير من هذه المضامين في حقيقة الأمر موجودة في المناهج التعليمية، فمن الجميل أن يقدم أولياء الأمور هذه المعلومة بطريقة مغايرة قد تكون أكثر تفاعلية من الكتب التعليمية التقليدية. صحيح. نعم الشيخ، أيضا دشنت يمكن الهيئة خطة ترويجية يعني من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أبرز مرتكزات هذه الخطة اللي اعتمدتوا عليها؟ كما تعلمين الآن منصات التواصل الاجتماعي هي قد تكون الوسيلة الأولى التي يستخدمها المواطن معلومته أو الترفيه أو الأخبار، فكان تواجدنا على منصات التواصل الاجتماعي شيء مهم، وقد حرصت سعادة الشيخ هلا بنت محمد ال خليفة مدير عام الثقافة والفنون بوضع رؤية للهيئة وتكثيف تواجدنا على هذه المنصات بمراحل مختلفة، فبدأنا الآن في المرحلة الأولى ألا وهي اعتماد أوسمة محددة لكل يوم كأرشيف الأحد أو اثنين المتاحف او سياحة الثلاثاء، ففي كل يوم من الاسبوع نعود المتلقي ان هناك معلومة جديدة حول هذا الموضوع متعلقة بتراث البحرين بما قامت فيه الهيئة في السابق بمقتنيات المتحف وكذا
دشنا مؤخرا كذلك كل اثنين سلسلة ضوء على، ونقوم باستعراض احد قطع متحف البحرين الوطني المتنوعة، سواء من فنون تشكيلية، من آثار، من قطع تراثية ومن مخطوطات، والهدف منها تعريف المواطن بتنوع المخزون الثقافي في مقتنيات متحف البحرين الوطني، لتكون كذلك هذه المقتنيات مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، حيث أن غالبية مقتنيات المتحف الوطني حقيقة هي في المخازن وليس في قاعات العرض، ومن واجبنا كذلك إبرازها للجمهور. ولكن كذلك هناك مبادرات لنشرك الجمهور كذلك في أنشطتنا، وليس فقط نعم. توصيل المعلومة لهم، تكون في تفاعلية أكثر بلا شك. فهناك مبادرة من وحي الثقافة، وهي دعوة للمبدعين والأدباء لأي شخص بإمكانه أن يبدع في مجال الثقافة، تقديم أعمال مستوحاة من الثقافة البحرينية، لتكون ضمن معرض افتراضي تحت مظلة رواق 244 الواقع في المحرق. وبهذا الشكل نقدم أنشطة متنوعة ومتجددة، وهذا النهج الذي يتبع كافة المؤسسات الثقافية حول العالم في ظل هذه الظروف الحالية. نعم شيخ، يعني احنا نتكلم عن المعارض والفرضيات في العالم الافتراضي، طبعا اللي نتكلم عن المعارض اللي قدمتوها، احنا يعني عندنا تقرير راح نستعرضه معاكم مع المشاهدين. طبعا الافتراضات اليوم افتحت آفاق جديدة للتجول في المناطق السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية. هيئة البحرين الثقافة والأثار أطلقت هذه الفكرة قبل سنوات، وفي خطة يعني وفي خطوة ترويجية لمختلف المواقع السياحية. أكيد طبعا زميلنا عبد الله الحسيني ما شاء الله كان نشيط جدا، وعد لنا أيضا هذا التقرير التالي، خلونا نتابعه ونرجع نستكمل حديثنا مع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، خلكم ويانا. مع إعلان تطبيق الحجر المنزلي في مختلف دول العالم بسبب التحدي اللي يعيشه العالم، أصبحت الجولات الافتراضية للمواقع السياحية ضرورة لمحبي الثقافة، خصوصا مع الحجر الصحي، وذلك من خلال السفر افتراضيا إلى أجمل المناطق الثقافية عبر العالم. هيئة البحرين للثقافة والآثار واكبت هالموضوع وبدأت في تنفيذ رؤيتها لتقديم باقة ثقافية وتعليمية على مختلف منصاتها الإلكترونية بشكل يومي، ويتنوع المحتوى الإلكتروني لهيئة الثقافة ما بين عروض وحفلات عالمية، زيارات افتراضية للمواقع التاريخية والمتاحف ومراكز الزوار والمعارض، أفلام توثيقية وأنشطة تفاعلية للجمهور تخاطب مختلف الأعمار، إلى جانب مبادرات أطلقتها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية لتفتح نوافذ للجمهور إلى عوالم الفن والأدب والمعارف الإنسانية عبر سلسلة من الوسوم اليومية تستعرض فيها هيئة الثقافة أرشيفها من فعاليات وإنجازات وحفلات وعروض عالمية شهدتها مواسم البحرين الثقافية. وكل ذلك من أجل أن تكون الثقافة بين يدي الجمهور في كل وقت وفي كل مكان. رجعناكم بعد هذا التغيير، شفنا معاكم العالم الافتراضي للمواقعنا الأثرية في مملكة البحرين. يعني صراحة يعطيكم العافية على هالمجهود اللي قدمتوه من خلال هذه العالم الافتراضي، من خلال هذه المواقع. الأمانة أنا يعني حتى شفت طريقة 3D هذه، يعني ما حسيت روحي يعني بعيد عن هذا الموقع، حسيت روحي في الموقع وعايش في الموقع. لكن أيضا في متحف البحرين الوطني، تحديدا مكتبة متحف البحرين الوطني، ايضا كانت هناك مبادره نبي نتكلم عنها اكثر، يعني اللي من خلال طبعا شروط واجراءات التباعد الاجتماعي، ايضا نفذت مبادره للوصول لهذه المكتبه والوصول كذلك ايضا للمتجر التابع لهذه المكتبه. نعم، احنا طبعا ماخذين كل الاحترازات الموصى بها من قبل اللجان المعنيه بالدوله لمواجهه هذا التحدي الكبير، ويمكن احنا تطرقنا في السابق على كل الامور الالكترونيه، لكن مدركين ان هناك فئه من المجتمع يعني غير يعني ملم بالعالم الإلكتروني. نعم. وأود التنويه في هذه المناسبة بأن الهيئة حقيقة قامت بعدد إصدارات كبير في الفترة الأخيرة متنوعة، ولا تقتصر فقط على الجانب الثقافي، فرصة كذلك في هذه الفترة مع متسع من الوقت من الجمهور الكريم التفاعل مع هذه الإصدارات التي قد تكون في السابق ربما مع صخب الحياة. نعم. لم يتمكنوا بالإطلاع عليها،
وأخص بالذكر مشروع نقل المعارف الذي تبنته الهيئة بإشراف الزميل الدكتور طاهر لبيب، والتي تطرق إلى ترجمة عدد من الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية في مجالات مختلفة لم تقتصر فقط على الثقافة والفنون، فشملت العلوم والفلسفة وكذلك التاريخ وأمور متعددة، ووصلوا الآن إلى 37 كتاب، ولعل آخر كتاب عنوانه الأنثروبولوجيا الرقمية ربما أتى في وقته، لأن حقيقة الأنثروبولوجيا الرقمية بمفرداتها العامة هي علاقة البشر بالتكنولوجيا العصر الرقمي. وربما رأينا في هذه الأشهر القليلة أهمية التكنولوجيا الرقمية في حياتنا وما حققت من نقلة نوعية. أعتقد ربما بعض هذه الجائحة سيكون هناك مراجعة كلية لكيف نتعامل مع الفضاءات الإلكترونية، ولعل أن هذا الكتاب الذي صدر في يناير من 2020 مقدمة لكل باحث وكل شخص مهتم في هذا القطاع للنظر فيه، وهو دلالة بأن هذا المشروع فعلا لبى حاجة في المكتبة العربية بترجمة مواضيع مستحدثة ومواضيع يعني متجذرة في الإصدارات الدولية، وهذه فرصة كذلك. الكتب متاحة في متجر الهدايا في متحف البحرين الوطني، ولكن كذلك هناك يعني مكتبات وطنية تقدم التوصيل للمنازل بدون ذكر أسامي، فبالإمكان من المواطنين الحصول على هذه النسخ بكل أريحية. وبالإضافة طبعا احنا إصدارات الهيئة مستمرة سواء كانت مجلة البحرين الثقافية أو الدوريات الأخرى، بالإضافة إلى الإصدارات التي تقوم بالنشر المشترك مع دور النشر. جميل. يعني خلينا شيخ في الفضاءات الإلكترونية اليوم، يمكن مع هذا التحدي اللي احنا قاعدين نواجهه جميعا، أغلب المؤسسات أغلب الوزارات حولت كل معاملاتها أكثر شيء إلى معاملات إلكترونية منعا للتجمعات وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي. الهيئة أيضا كان لها دور كبير في مثل هذه الأمور بتحويل المراجعين، يعني كل مراجعاتهم صارت إلكترونية، بس نبي نتكلم حول هذه الجانب عن آلية التواصل مع المراجعين، وخاصة فيما يعنى في موضوع طلبات المراجعين بترميم البيوت التراثية. كما تعلمين أن الهيئة تقدم عدة خدمات للمواطنين، منها كما ذكرتي التراخيص المتعلقة بترميم المباني التراثية لا سيما في المدن التاريخية، حيث تحرص هيئة البحرين الثقافة والآثار على حماية وصون الجانب الثقافي الهام لهذه المدن التي تعد مدن فريدة على نطاق المنطقة، وواجب علينا حمايتها وتكريسها لأغراض عدة، أبرزها طبعا تأصيل التاريخ المرتبط بهذه المباني وهذه المدن، بالإضافة إلى يعني تركيز هذه المدن لتكون نواة مهمة لسياحة ثقافية نوعية. نعتقد بأن المدن التاريخية في البحرين تحمل كافة المؤهلات بأن تكون وجهة مهمة، وحرصنا بالتعامل مع المواطنين هو تقديم العون والمشورة وكذلك الاستشارة اللازمة في ما يتعلق بتراخيص البناء والترميم، والتواصل طبعا لم ينقطع، ما دائما ما تحرص هيئة البحرين الثقافة والآثار على تبني سياسة الباب المفتوح، وتم تخصيص وفي الفعل كانت متواجدة هذه يعني العناوين الإلكترونية، لكن تم تعريف الناس بها وكيفية التواصل مع الإدارة من خلال هذه العناوين، ويتم التواصل بشكل مستمر ووتيرة العمل مستمرة في الهيئة بما يتعلق بمصالح الناس. لكن كما تعلمين بشكل عام الطلبات والإجراءات الحكومية والناس يعني بدأت تسعى فقط بما هو ضروري، وفريق العمل متمكن من الاستجابة لأي طلبات تقدم. للأمان احنا شفنا الجاهزية يعني من قبل هيئة الثقافة من الجانب الإلكتروني والجانب الافتراضي، لكن أيضا في من خلال عملكم فيما يتعلق بعمليات البحث وعمليات التنقيب المستمرة، يعني هل لا زالت شيخ متواصلة هذه العملية؟ كما تعلم أن موسم التنقيب عادة يمتد من شهر أكتوبر لشهر أبريل، هذا العام تم تعليق الموسم في شهر مارس يعني استجابة للإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الحكومة، لكن تمكننا في الأشهر الأولى من موسم التنقيب من العثور على
مستكشفات جديدة، كذلك قمنا بالتنقيب هذا الموسم في كافة محافظات المملكة، وغطينا كافة الحقب التاريخية المهمة في البحرين، سواء كانت من دلمن، من تايلس أو الحقب الإسلامية، وسيتم الإعلان عن هذه المكتشفات في الأسبوع القادم إن شاء الله، في سبت الأسبوع القادم. نعم. الذي يصادف اليوم الدولي للمواقع والمعالم الأثرية، وسنستعرض للجمهور الكريم كافة هذه المستكشفات والبعثات التنقيب الأجنبية التي تجمعنا بها تعاون. ولعلي مع ذكر اليوم الدولي للمواقع والآثار ربما كذلك ممكن أن أتطرق للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يأخذ من البحرين مقرا له، وتقدم له مملكة البحرين كافة الدعم لمواصلة نشاطه في خدمة التراث العربي. يعني يحتوي كذلك على موقع إلكتروني يشمل المواقع في الوطن العربي مدرجة على قائمة التراث العالمي بنصوص وافية وصور عن هافة هذه المواقع. ولعل معالي الشيخ مي دائما تدعو الجمهور الكريم للاستفادة من هذا المركز كونه يخدم الدول العربية، وواجب علينا كذلك كما نثقف أنفسنا وأبنائنا بتراثنا الوطني. أعتقد أن التراث العربي جزء لا يتجزأ من التراث البحريني، والهوية البحرينية هي هوية عربية. فمثل هذه المنصات ندعو الجمهور الكريم كذلك للاطلاع عليها لإثراء معرفته بالمنطقة وبهذه المواقع المهمة. جميل. أنا يمكن برجع معك شيخ لشيء تفضلت فيه قبل شوي، يمكن في بداية كلامنا قلت أن يمكن في السابق ملهيات الحياة كانت يمكن شوية تلهي الناس عن أنهم يكونون يعني ذو علاقة أو متابعين لما تحدث مثلا من فعاليات ومن أمور ثقافية من معارض. اليوم فرصة للجميع، فرصة لولي الأمر، فرصة للطالب، فرصة للجمهور أنهم يتعرفون على مثلها. هل حسيتوا أن في فرق؟ هل شفتوا في تفاعل بشكل يعني فعلا اليوم حسينا أنه قاعد يصير في عدد متابعين أكثر، ارتياد أكثر؟ كلمنا عن هذا الشيء شيخ. إحنا لاحظنا في الفترة أن هناك فعلا شغف للثقافة في المجتمع. فعلى سبيل المثال تأتينا ملاحظات، لماذا لا يتم تحميل الحفلة الفلانية أو الأمسية الفلانية أو الكتاب الفلاني إلكتروني على الموقع أو أيا كان؟ ونود أن نلفت الإعلان للجمهور أننا نعمل في هذا المجال، لكن كما تعلمين أن الإبداع الثقافي محكوم بقوانين الملكية الفكرية، ولا يمكن أن هيئة تجاوز هذه القوانين. هناك سبل معينة واتفاقيات معينة بيننا وبين الشركاء سواء من دور نشر أو مؤسسة ثقافية أخرى لتوفير هذا المضمون للجمهور ليستفيد منه. نرى الآن ولله الحمد أن هناك تجاوب دولي ليس فقط على مستوى البحرين، أن هناك مرونة من خلال دور النشر أو المؤسسات الثقافية لتوفير المحتوى الثقافي للجمهور، لأن العالم أدرك أن في هذه الفترة الثقافة كما ذكرت في السابق يعني إن صح التعبير طوق نجاة ومبعث الأمل لكثير من الشعوب حول العالم والمجتمعات وليس فقط البحرين. ونحن كلنا أمل بأن العلاقة الإيجابية التي تجمعنا مع شركائنا في شتى مجالات الثقافة إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنتمكن من الوصول إلى اتفاق باستعراض بعض أو جزء من المحتوى الثقافي للجمهور بما يحفظ طبعاً حقوق المبدعين في هذا المجال. جميل. الشيخ، ما يتعلق بيعني المشاركات العالمية في المحافل العالمية، يعني باعتقادك هل هي راح يعني بحكم الظروف، طبعاً هي ظروف عالمية يعني ولا تخص منطقة معينة إنما تخص الجميع، يعني هل نتوقع أن المشاركات العالمية فيما يتعلق أيضاً بالتراث العالمي وغيرها من الفعاليات هل راح تستمر حتى لو كانت يعني على شكلها بشكل افتراضي؟ يصعب على بعض الاجتماعات أن تعقد بشكل افتراضي، فأنت ذكرت لجنة التراث العالمي. لجنة التراث العالمي سيتم تأجيلها هذا العام، هي تعقد كل عام في شهر 6، سيتم تأجيلها لوقت لاحق. لكن لجنة التراث العالمي يحضرها 2000 شخص، يعني فقد تتصور صعوبة انعقاد اجتماع بهذا العدد من الوفود المشاركة. وهناك اجتماعات أو أنشطة ثقافية ليست مخصورة فقط على تبادل الآراء، وإنما هناك الاجتماع الرسمي وهناك المعارض المصاحبة والأنشطة واللقاءات الجانبية والثنائية، تكون أكثر تعقيداً من فقط نقلها افتراضياً. لكن هناك مبادرات كثيرة، اليونسكو تقوم الآن كذلك بمبادرات يعني اجتماعات افتراضية على سبيل المثال، يعني حتى
الورش العلميه او ورش الخبراء يعني حتى اللي اشارك فيها أنا الان يعني مع المنظمات الدوليه والاقليميه تقام على الجانب الافتراضي، لكن عدد المشاركين يكون محصور لكل لها فعاليه. صحيح. لكن هناك فعاليات لا تتلائم مع هذا النهج. يعني حقيقة سعدنا بالحديث جدا معك شيخ، ودائما طبعا يمكن ختام لقائنا نقول أن يعني لا يمكن أن ترتقي الشعوب والأمم إلا بي طبعا كلمة زاد الوعي زادت الثقافة، فهذه دعوة لكل متابعينا لكل الجمهور اليوم بأنهم يكونون على تواصل مستمر مع طبعا كل ما تقدمه الهيئة من فعاليات ومن يعني أمور فعلا اليوم تعزز الجانب الثقافي. كل الشكر والتقدير لك الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة الآثار والمتاحف في هيئة البحرين للثقافة والآثار. شكرا جزيلا لك مشاهدينا، احنا متابعين معكم بس من بعد هذه الفاصل. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة؟ لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني. لكن لهفة وسعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا ننتقل إلى بسام الحين عشان يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية، مع آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا نستعرض آخر إحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 9 من أبريل 2020. بلغت الحالات القائمة 363 حالة حتى هذه اللحظة، والحالات المستقرة منها بلغ عددها 360 حالة مستقرة، فيما يبقى 3 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافون بلغ عددهم حتى اليوم 519 حالة تعافت، ونسألهم طبعا أما يتعلق بالوفيات حتى اليوم وصل عدد الوفيات إلى 5 وفيات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 55,000 فحص مختبري حتى اليوم، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعا بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الخميس في مملكة البحرين رصد 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 42 حالة. هذه كان ملخص الحالات لليوم، وعودة للشرقية. يعطيك العافية بسام، طبعا يعني نتمنى أن دائما نشوف مثل هذه الأرقام اللي دائما هي التي تميز مملكة البحرين وتبين أن هي فعلا رؤية سديدة ورؤية كانت صحيحة وفيها جانب كبير من الإيجابية. نتمنى إن شاء الله يا رب أن دائما تستمر هذه الإيجابية والتفاؤل بالخير بأن غد إن شاء الله بيكون هو الأفضل. احنا متابعين معكم ومشاهدينا، ولكن فاصل وراجعين لكم.
اليوم قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بزيارة ميدانية تفقدية للمستشفى الميداني للرعاية المركزة والموجود في المستشفى العسكري. وخلال الزيارة أكد معاليه على المضي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللي من شأنها أن هي تعزز جهود المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. الحقيقة احنا دائما يعني سباقين على مسألة الكورونا ويعني مستعدين لها في أسوأ الحالات، وهذا أكبر دليل عندنا الحقيقة عند 130 يعني ICU bed إن شاء الله ما نحتاجها، لكن احنا الحقيقة دائما نحط لكل الاحتمالات. فالحمد لله بإرشاد يعني سمو العهد كل شيء صار في مدة أقل من 7 أيام، وكمثل ما تشوفون يعني هذه مستعد لأعلى مستوى من الخدمة في يعني الحثيثة في ICU موجودة عندنا، وإن شاء الله يعني مثل ما قلنا ما نحتاجها لكن لو احتجناها موجودة. الفكرة جات هذه تقريبا من 9 أيام من تقريبا أول أبريل، وبتوجيهات من سمو ولي العهد والرئيس مجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة ابتدأ العمل تقريبا الخميس اللي فات في تجهيز هذه المحل كعناية مركزة. كان عدد الأسر اللي يستحملها المكان 130 بيد سرير، فاحنا عملنا صراحة ليل نهار ما قصروا، كل الفرق شاركت من المستشفى العسكري ومن خارج المستشفى الكونتراكتر في إنجاز هذا العمل في زمن قياسي أسبوع واحد. وإن شاء الله في يعني احنا ما يحوج الله ما يحوجنا له، لكن هذه كإجراء استباقي واحترازي لأي تطورات في المستقبل يكون احنا جاهزين لها. في مشروع ثاني بنبتدي في يمكن الأسبوع الجاي، وهو تجهيز تقريبا 100 سرير عناية مركزة في مستشفى الميداني في سترة، وهو يعتبر تقريبا بنفس هذه المستوى. هذه الفكرة جات الصراحة ان احنا كان عندنا عدة تحديات في شلون نوصل الأكسجين للمحل، فاخترنا المحل اللي قريب من المستشفى العسكري، وجميع الإمدادات صارت من الأكسجين من الكهرباء من هاي كانت متوفرة، وهذه ساعدتنا على سرعة إنجاز هذا المشروع. أول شيء نحمد الله نحن في وطننا البحرين الغالي تحت قيادة رشيدة اللي توفر أفضل خدمات طبية للمواطنين والمقيمين. هذه الوحدة اليوم اللي شفتها فيها 130 سرير، وحدة عناية قصوى كاملة، ضعفت الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية القصوى في المستشفى العسكري تقريبا بأكثر من 1000%. يعني احنا عندنا حوالي 11 سرير، احنا عندنا 130 سرير إضافي. هذه ال 130 سرير الإضافية راح تخدم فقط مرضى الكوفيد 19 أو الكورونا، وتحتوي يعني يحتوي القسم على كافة الأجهزة من أجهزة مراقبة، أجهزة تنفس، أجهزة غسيل كلى، أجهزة إكمو والعديد غيرها. عندنا طبعا طاقم طبي مدرب كامل من 18 طبيب عناية قصوى، بالإضافة إلى 40 طبيب مساند و250 ممرضة تم تدريبهم جميعا في مركز سمو ولي العهد للبحوث والبحوث الطبية والتدريب. بفضل من الله والقيادة الرشيدة، توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات معالي الفريق طبيب الدكتور محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس الأعلى للصحة، وسيدي اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية، وفريق عمل اللي اجتهد لتنفيذ مشروع في فترة زمنية وجيزة جدا. الزميل يحيى العمري لديه وقفة مع الكوادر الطبية البحرينية اللي تواصل أو نواصل احتفالنا فيهم للي قدمونا طبعا من تضحيات كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية اللي يعيشها العالم. مساك الله بالخير يحيى، وعندك الكلمة. نحن
نعم أنا متواجد هنا في المستشفى العسكري. أمسي عليكم وعلى جميع المتابعين لبرنامج مجتمع واعي. العالم كله اليوم قاعد يحتفل بالقطاع الصحي وبالأطباء والممرضين بما يقدمون من جهود حثيثة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأيضا في مملكة البحرين نحن نفتخر بما يقدمه الكادر الصحي من جهود جبارة وكوادر مميزة تقوم على خدمة المواطن. ونحن الآن في المستشفى العسكري حيث يقوم هذا المستشفى برئاسة وقيادة معالي اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وأيضا نائب رئيس الفريق الوطني لمكافحة انتشار الفيروس للحديث أكثر عن جهود مملكة البحرين وما يقدمونه من جهود حثيثة لمكافحة انتشار هذا الفيروس في مختلف المجالات ومختلف القطاعات. يسعدني أن يكون معي على الهواء مباشرة المقدم طبيب صلاح الغانم استشاري طبيب الطوارئ في المستشفى العسكري. سعادة المقدم الطبيب صلاح، أولا أهلا بك في برنامج مجتمع واعي، وحبذا لو تطلعنا على جهودكم في مكافحة انتشار هذا الفيروس، وخصوصا ونحن اليوم نحتفل بكم والعالم جميعا يحتفل بالأطباء وفي الكوادر الصحية المؤهلة في مملكة البحرين. السلام عليكم أخوي يحيى. طبعا في البداية أحب أرحب فيكم ورحب تلفزيون البحرين في المستشفى العسكري وأشكركم على هذه الاستضافة. قبل ما نبتدي أحب بس أن أنوه أن بتوجيهات من سيدي قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء طبيب اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة. طبعا تشارك الخدمات الطبية الملكية مملكة البحرين والعالم كله بيوم الصحة العالمي اللي هو تحت شعار دعم الممرض والقبالة. وطبعا أحب أنقل اعتزاز وامتنان وشكر سيدي قائد الخدمات الطبية الملكية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية بمختلف الميادين الطبية في المستشفى العسكري في مملكة البحرين وفي كل العالم. جهودكم ما شاء الله ملحوظة في مختلف القطاعات في المستشفى العسكري وغيرها من الأماكن اللي الحساسة اللي اليوم هي تعتبر خط الدفاع الأول لمملكة البحرين وللأمن الصحي في مملكة البحرين. كوادر مملكة البحرين يعني قاعدين نشوفهم اليوم يبذلون قصارى جهدهم، يسطرون يعني بماء من ذهب جهود حثيثة لمكافحة انتشار هذا الفيروس. يعني قصة البطولة التي يعيشها أطباء مملكة البحرين اليوم شلون تتجسد؟ عدد ساعات طويلة قاعدين تقضونها في خدمة الوطن والمواطن، يعني يمكن هذه الساعات ممكن تكون مصدر فخر لكل مواطن، لكن هي بنفس الوقت تبعدكم عن أهلكم، تبعدكم عن عيالكم بنفس الوقت. شنو تقول بهذه المناسبة؟ مثل ما قلت أخوي يحيى، طبعا مملكة البحرين السباقة كانت في هذا الموضوع. كان الاستعداد من تقريبا على آخر شهر فبراير، حول تاريخ 23-24 فبراير تم إعداد الفرق، تم إعداد الخطة، تم إعداد هذه كلها طبعا بتوجيهات من سيدي ولي العهد اللي شكل الفريق، فريق البحرين وفريق متكامل من ضمنه طبعا اللجنة المعنية بفيروس كورونا اللي هو الفريق الطبي. طبعا التوجيهات كانت واضحة، تشكيل فرق في مختلف الميادين، مو بس في الطوارئ، مو في كل ميادين، مو بس في المستشفى العسكري، في كل على كل البحرين، يعني وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الكل شكل فريق البحرين وبدأ الشغل من هذاك الوقت. بالنسبة حق ساعات العمل، نعم يعني يمكن تعرف أنت الوضع اللي احنا فيه، الوضع غير طبيعي، فأكيد العمل وساعات العمل تكون غير طبيعية. اي نعم، يعني شو أقول لك، ما في وقت معين، ما في ساعات معينة. زين، هل هي 12 ساعة، هل هي 16 ساعة، هل هي 24 ساعة؟ على قولتهم 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، يعتمد على العمل نفسه، المتطلبات. شنو جاهزيتكم لهذه؟ يعني شنو الروح المعنوية اللي عندكم؟ شنو مصدرها؟ شنو مصدر الإلهام إن أنت تعطي كل هذا الوقت وكل هذا الجهد في ظل هذه الظروف بدون يعني بدون تذمر؟ بالعكس، في ناس يعني تدخل على الممرض أو تدخل، إحنا زرنا أكثر من موقع، تشوف الممرض والطبيب أيضا بمعنوية عالية، نشوفهم يعني بروح يعني وشجاعة وقدام على مكافحة هذا الفيروس، بيروح معنوية عالية. شنو مصدرها بالنسبة لكم ككادر صحي؟ البحرين، الله يسلمك. البحرين مصدرها البحرين. تبي تشوف ديرتك أحسن ديرة، تبي تشوف المواطنين والمقيمين أحسن ناس، ما فيهم أمراض، تبي تحميهم من فيروس الكورونا، تبي تفصل الناس المصابين عن غير المصابين،
تبي هلكت في الأخير، هذا لين هلك، هذا لين ربعك، هذا لين معارفك، هذا لين، فتعرف أنت ما تبي أحد يصيده هالشيء. فمن كذي الواحد يعمل لأنه بس يبي يحمي ديرته، يبي يحمي هله، يبي يحمي عائلته، يبي يحمي شغله، يبي يحمي تعرف زملائه. يعني هذا هو المصدر، هذا مصدر الهام. اي طبعا، وتوجيهات طبعا. انت تخيل لما انت تشوف سمو ولي العهد قاعد قدامك قبلك في هذا الشيء، لما تشوف اللواء بروفيسور قبلك في هالشيء، وجهك وتشوف هو قبلك في هالشيء، فانت هذا المصدر الهام يجي منهم هم. بالتأكيد احنا دائما مصدر الإلهام ومصدر الشجاعة بالنسبة لكل مواطن وكل جندي، سواء في الكادر الصحي أو في الكوادر الأمنية ومختلف القطاعات في مملكة البحرين. مصدر الإلهام الأول بالنسبة لهم ولنا أيضا في الإعلام هو قيادتنا الرشيدة ووقوفهم أساسا في الصف الأول في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأيضا هناك جهود عديدة زملائي في الاستوديو سنطلعكم عليها بالتأكيد لمكافحة انتشار فيروس كورونا. هناك أبطال حقيقي يجسدون قصص بطولية حقيقية لحماية مملكة البحرين وحماية أمنها وأمنها الصحي، وأيضا على سواعد وبكوادر وطنية مؤهلة ومشكورة على هذه الجهود. سعادة المقدم، شكرا جزيلا لك على وقتك، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. ننقل لكم هذه الأحداث أولا بأول، وبالتأكيد سنوافيكم بكل ما هو جديد من قصص وتضحيات يسطرها أبناء مملكة البحرين في مختلف الثغور، وخصوصا في الكادر الصحي ومستشفيات مملكة البحرين التي فعلا هي مصدر فخر لكل بحريني على ما تحققه من إنجازات كبيرة وقيمة بإذن الله. شكرا طبعا لزميلنا يحيى العمري، وشكرا لضيفه الكريم، ويعطيهم العافية جميعا. طبعا مشاهدين، احنا بنوصل معكم ما تبقى من فقرات برنامجنا اليوم. تدشين خدمة مركز الفحص من المركبات لفيروس كورونا كوفيد 19 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، حيث تعتبر هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين. المركز يضم الطواقم الطبية والصحية وجميع الجهات المعنية، إضافة لوجود المتطوعين. أما بالنسبة لمستوى التجهيزات والخدمة المقدمة في هذا المركز، فهو طبعا أكيد يأتي وفق المعايير العالمية، ويتيح للمراجعين أعلى درجات السلامة والخصوصية، اللي يهدف أو اللي كان فعلا الهدف من إنشاء المركز لتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأكيد أكيد يا يعني بسام يجنبهم الاختلاط. طبعا اليوم هذا تدشين للفحص من خلال المركبات اللي يبتدي يعني من اليوم العمل الفعلي بعد أخذ التجربة من يومين. طبعا هذه راح يسهل على جميع المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص السريع، وهذه أحد الآليات أو الإجراءات اللي نسهل على الناس في أخذ العينة في الفحص، وفي نفس الوقت تقليل الوقت عليهم، وخاصة أن قد يكون بعضهم عندهم ارتباطات، فممكن أن من خلال السيارة ويستغرق تقريبا بين 5 إلى 6 دقائق يعني لما تتم كل العملية، وهذا راح يخفف الضغط على أماكن الفحص الأخرى. وهدفنا الأساسي هو تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين والمقيمين في هذا من خلال هذا الفحص في مركز المؤتمرات والمعارض، وخاصة أن الطاقة الاستيعابية الموجودة من خلال اللينز الخطوط اللي موجودة عددها 8، وراح تستوعب أعداد كبيرة إن شاء الله من اللي يتقدمون بعد ما يقومون بالتسجيل الراغبين فيه من خلال الفحص من خلال المركبات. اليوم زميلتنا شوق العثمان راحت المركز فحص المركبات الجديد مع كاميرا البرنامج، وأعدت لنا هذا التقرير اللي راح يتناول الجوانب الموجودة ويسلط عليها الضوء. نتابع التقرير معكم مشاهدينا وراجعين لكم. مرحبا بكم مشاهدين اليوم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات اللي تحول إلى مركز فحص وخلية نحل بسبب وجود الطواقم الطبية والطواقم المساندة له. واليوم راح يتم تدشين الفحص عبر المركبة اللي تم ضمن خطط الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.
فحص المركبات يتم في 6 دقائق من خلال هذه العملية اللي تستغرق فقط 4 خطوات. الأولى أنك أنت تفصح عن معلوماتك الشخصية ومعلومات الموعد، والثانية الفرز على المسارات، يليها السؤال عن الأعراض والمخالطة، وتنتهي بالفحص. يعطيها العافية صراحة زميلتنا شوق، أجرت الفحص وإن شاء الله يعني تبشرنا في حلقاتنا الجاية بنتيجة الفحص إن شاء الله يا رب خير. وعموما يعني أكيد إحنا دائما نقول السليم والمصاب كلهم في أيدي أمينة، دامهم أكيد في دار محمد. تباعدنا قليلا اليوم يحمي أحباءنا أطفالنا كبارنا والأضعف فينا. تباعدنا هو تكاتفنا معا كفريق واحد في وجه كوفيد-19. جهود جبارة حقيقية تبذلها وزارة الداخلية بكل إداراتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكل يوم نتابع معكم مشاهدينا في لقطات مباشرة وحصرية لبرنامج مجتمع واعي عمليات التعقيم اللي يقوم فيها أو اللي تقوم فيها الدفاع المدني. صحيح رقية، والحين بننتقل معكم مشاهدينا عبر هذه التغطية المباشرة إلى مطار البحرين الدولي في هذه اللقطات لمتابعة عملية تعقيم مرافق المطار واللي تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. طبعا هذه اللقطات اللي تعودنا ان احنا نشوفها كل يوم معاكم مشاهدينا الكرام في مختلف مناطق مملكة البحرين، مختلف المرافق سواء المرافق العامة المرافق السياحية المجمعات التجارية، واليوم احنا في ارض مطار البحرين الدولي، وهذه طبعا الخيام المخصصة لإجراء فحوصات الكورونا للمسافرين القادمين، من خصوصا المسافرين من المواطنين البحرينيين اللي هم موجودين في الخارج واللي نشوفهم كل يوم تقريبا يجون على دفعات من عدة دول عبر خطة الإجلاء اللي أقرتها وزارة الخارجية بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة. من المهم جدا رقية يعني تعقيم هذا المكان، هو من الأماكن المهمة حقيقة، لأن في بشكل يومي مثل ما قلت يعني تلقون أو تصل أو يصل إلى هذا المكان عدد كبير من المسافرين. أكيد طبعاً بسام، إحنا يمكن دائماً نكرر ونقول إن هناك جهود مبذولة حقيقية وكبيرة قاعدة تبذل من
جميع منتسبي وزارة الداخلية وتحديداً يمكن إدارة الدفاع المدني والمتطوعين طبعاً معاهم، وكل يوم مثل ما تفضلت قبل شوي نشوفهم في موقع من المواقع الحيوية اللي فعلاً يعني قاعدين نلاقي العمل فيه على قدم وساق. وأنا يمكن يعني مثل ما أنا شفت أكيد مشاهدينا أيضاً لاحظوا أيضاً هناك يعني إجراءات احترازية وقائية كبيرة جداً حتى أيضاً لمن يمارسون عمليات التعقيم، إن كانت الملابس، إن كانت القفازات، إن كانت الكمامات. فطبعاً إحنا نسأل الله أن يديم عليهم إن شاء الله يا رب الصحة والعافية ويحفظ الجميع، وإن شاء الله يعني دائماً إحنا نقول إن إحنا قادرين على تخطي هذه التحدي، إحنا قادرين بتكاتفنا وبتعاوننا جميعاً إن إحنا إن شاء الله نحد من انتشار فيروس كورونا. يعطيهم العافية جميعاً. وأيضا نتابع معكم مشاهدينا هذه اللقطات المباشرة لعملية تعقيم صالة الجمارك للقادمين بمطار البحرين الدولي. نعم رقية، لاحظنا العملية التعقيم يعني تقوم يعني
بأفضل الممارسات، ويعطيهم الصحة والعافية صراحة على اللي يبذلونه. احنا يعني صراحة نشوف هذه الكفاءة العالية حتى من ناحية يعني تطبيق الإجراءات السليمة فيما يتعلق بهذه العملية، وهي عملية دقيقة تتطلب ممارسة يعني دقيقة جدا. نعم. لاحظنا عملية التدريب كذلك اللي قامت فيها إدارة الدفاع المدني قبل الشروع في بدء عمليات التعقيم في مملكة البحرين. نعم. وهي كعملية احترازية طبعا، ولاحظنا أيضا تدريب المتطوعين، ويعطيهم الصحة والعافية. طبعا نواصل معاكم هذه المشاهد المباشره وهذه اللقطات اللي تزودنا فيها الكاميرا الامنيه للاعلام
الإعلام الأمني. حاليا عمل التعقيم اللي نشوفه معاكم مشاهدينا في هذه الخيمة، وهي الخيمة الخاصة لإجراء الفحوصات للقادمين إلى مطار البحرين الدولي. كلنا نلاحظ معاكم عملية ترتيب هذه الخيمة بشكل يعني احترازي، بحيث أنه يتم تحقيق اللي هو التباعد الاجتماعي من خلال فيما لو يعني وصل عدد كبير من المسافرين، وفيها طاقة استيعابية كبيرة طبعا مثل ما احنا نشوف فيها، ويعني كذلك مزودة بالكثير من الخدمات الضرورية. نلاحظ معاكم عملية التعقيم اللي تتم بشكل يومي وبشكل مستمر. وانا حاب انوه بعد رقي ان عملية التعقيم بعد يعني ما تتم مرة في اليوم وحتى يعني في الفترة المسائية، انما ايضا تتم بشكل متواصل. نعم. خصوصا اذا وصلت طيارة يتم ادخال المسافرين للخيمة، بعد ما يخلصون من اجراءات الفحص يتم تعقيم الخيمة مرة ثانية. كذلك ايضا مثل ما انتم شايفين يعني هذه العملية اللي يقومون فيها طبعا إدارة الدفاع المدني بشكل مستمر على مدار 24 ساعة. صحيح. شكرا جزيلا لجميع القائمين على عملية التعقيم، الله يعطيهم الصحة والعافية. نواصل معاكم ما تبقى من فقرات برنامجنا مشاهدينا الكرام، حيث تعد التوعية مسألة رئيسية في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتطلب تجاوب مجتمعي مع كافة الإرشادات والتعليمات اللازمة بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي هذه الإطار تعمل مديرية شرطة المحافظة الشمالية من خلال شرطة خدمة المجتمع على التواصل مع كافة المواطنين والمقيمين للتأكيد على الإجراءات الاحترازية المطلوبة. وللمزيد حول هذا الموضوع سرنا نستضيف معنا في استوديو برنامج مجتمع واعي النقيب عبد الله عادل راشد القائم بأعمال رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة المحافظة الشمالية. نمسي عليك بالخير، يا هلا وسهلا فيك. يا مرحبا فيك. نقيب عبد الله، مما لا شك فيه طبعا ان يعني مديريات الشرطه عندهم دور كبير اليوم في تنفيذ القرارات والقوانين اللي تصدر من اللجنه التنسيقيه بما طبعا يختص بالعمليات الاحترازيه حفاظا على سلامه جميع المواطنين والمقيمين. اليوم احنا ايش كثر نقدر نعول على البناء المجتمعي من خلال يعني تجاوب الناس للحد من انتشار فيروس كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكركم على حسن الاستضافه. طبعا ما يخفى على الجميع ان دائما وزاره الداخليه كانت وما زالت تعتبر ان المواطن هو رجل الامن الاول دائما. خلال الفترات الاخيره
لاحظنا أن الوعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء كانت بمستويات وثقافة عالية وعندهم روح المسؤولية، وهذا الشيء وتجاوب الناس راح يساعد وزارة الداخلية في منع التجمعات، وبالتالي هذا التجاوب والتعاون راح يساعدنا للحد من هذا الانتشار الفيروس، بإذن الله راح نقضي عليه إن شاء الله. نعم سعادة النقيب، يعني احنا اليوم طبعا في ظل مواجهة الفيروس قاعدة تصدر العديد من التعليمات والقرارات، سواء من اللجنة التنسيقية وكذلك وزارة الداخلية تصدر كذلك قرارات بشكل مستمر، وفي تحديث اليوم احنا ابتداء من باكر يعني راح يتم تخفيف بعض الإجراءات من خلال فتح العديد من المحلات الصناعية والتجارية مع وجود العديد من الاشتراطات. فإذا أنتم مطلوب منكم بعد أن يتحدثون باستمرار يعني السيناريوهات المحتملة، شنو ممكن يصير، شنو ممكن نضيف على عملية التوعية اللي احنا نقوم فيها، فيعني شلون مستوى التكيف عندكم مع القرارات اللي تصدر بشكل يومي ويتم تحديثها بشكل يومي؟ طبعا الخطط الأمنية دائما ما تكون في وزارة الداخلية تكون موجودة وعلى أهبة الاستعداد. الخطط الأمنية في وزارة الداخلية دائما ما تكون مرنة وقابلة للتغيير وفقا للمعطيات والمتغيرات في الحادثة وبناء على القرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية. نعم. يعني احنا لازلنا مستمرين معك اكيد نقيب عبد الله، وهناك الكثير اللي نتحدث فيه ان شاء الله، ولكن الزملاء في الاعداد اعدوا لنا التقرير التالي، خلونا نتابع وياكم وراجعين نستكمل حديثنا. تمتد الجهود التوعوية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الى مجالات متعددة، وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة المحافظة الشمالية عبر شرطة خدمة المجتمع على التواصل مع كافة المواطنين والمقيمين للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومن بينها منع التجمعات وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة، فضلا عن اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي. إن مشاركة شرطة خدمة المجتمع في هذه المحنة تأتي في إطار واجباتها الأمنية وجهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة، وهو ما يتم من خلال توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك من خلال التأكد من التزامهم بالإرشادات والتعليمات للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وننصح إخواننا المواطنين والمقيمين بالالتزام بالجلوس في منازلهم قدر الأمكان وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة. وتتطلب التوعية الصحيحة تجاوباً والتزاماً بالدرجة الأولى من المواطن والمقيم حتى يمكن الوصول للأهداف المرجوة، وصولاً إلى مجتمع واعي قادر على التصدي للأزمة. وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة جداً وكبيرة في الحد من انتشار أزمة الكورونا. طبعا نبدا في البدايه الارشادات التوعويه اللي يقوم بها افراد شرطه المجتمع، الحد من الشائعه، القيام بمنع التجمعات اكثر من 5 اشخاص، وايضا في جهود جباره واتمنى من الجمهور الكريم الالتزام بهذه الارشادات، وان شاء الله راح نعيش بامن وسلام ونتخلص من هذه الازمه. انا ودي اشيد بجهود وزاره الداخليه اللي ما قصرت، قاعد توعي الجاليات من خلال شرطه خدمه المجتمع، ايضا قاعد تنفي الاشاعات. اليوم احنا الدور علينا كلنا كمجتمع بحريني مثقف واعي ان احنا نلتزم بكل القرارات اللي تصب في مصلحتنا وتصب في سلامتنا. وتتواصل حملات التوعية من جانب شرطة خدمة المجتمع بالتوازي مع حملات إنفاذ القانون، تأكيدا على أن حماية الفرد لنفسه بمثابة حماية لمجتمعه، وأن البداية السليمة تكون بالتزام الجميع حتى نصل إلى بر الأمان. طبعا مشاهدينا يعني شفنا العمل الدؤوب اللي تقوم فيه الدورية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على
في مختلف مناطق مملكة البحرين لتقديم النصح والإرشاد ولتنفيذ القانون. طبعاً إحنا لاحظنا التزام كبير من الناس. طبعاً اليوم يعني بدأت المحلات تفتح شوي صحيح. حتى تفتح بشكل كامل حتى تاريخ 23 أبريل. نبي بعد في خلال هالفترة مشاهدينا أن إحنا نلتزم أكثر، نلتزم حتى بالقرارات والإرشادات الجديدة، خصوصاً لبس الكمام نعم. بشكل مستمر في الأماكن العامة. إحنا ما نبغي يعني نتكلم يعني عن ان نلجا لاستخدام اللي هو الغرامات والامور هذه، لان نحن وايد معولين على وعي المجتمع. بالتالي وزاره الداخليه ايضا خلال الايام القادمه راح يعني تواصل عملها، تقدم حملات توعويه بمختلف اللقاءات وراح نواصل معك الحديث سعاده النقيب. الله يعطيكم الصحه والعافيه. يعني خلال الفتره اللي طافت يعني تكلم عن التباعد الاجتماعي ومنع التجمع، إلى أي مدى لاحظت وتحقق ذلك على أرض الواقع؟ وشنو بعد تنصحون المواطنين في الفترة الجاية؟ طبعاً شاهدنا خلال هذه الفترة تعاون كبير من سواء المواطنين أو المقيمين. ولما احنا نتكلم كذلك عن المقيمين والجاليات ممكن أن احنا نستهدفها بشكل أكبر خلال هذه الفترة. طبعاً شاهدنا هناك وعي كذلك حتى عند المقيمين، ولكن لزيادة هذا الوعي احنا شكلنا فرق أمنية منتشرة في عموم المحافظة الشمالية وركزت في أماكن تواجد هذه الجاليات. طبعا هذه الفرق الأمنية مؤهلة كانت ان هي تقدر تتواصل مع هذه الجاليات بلغتها الأم، وتستطيع شرح لهم جميع التعليمات والأمور المتعلقة بالسلامة والتباعد الاجتماعي. وكذلك تعاوننا مع بعض السفارات اللي أرسلوا ممثلين من قبلهم ونزلوا نزول ميداني برفقتنا وشرطة خدمة المجتمع والدوريات الأمنية. كان هناك تجاوب كبير للأمانة من هذه الجاليات وتعاون كبير للأمانة منهم. نعم، يعني يمكن احنا قاعدين نشهد بالفعل في حس عالي جدا من الوعي عند الناس ما بنقول بخطورة الموقف، بس نقول بالالتزامات والمسؤوليات اللي تقع اليوم على عاتق كل واحد فينا، إن كان مواطن إن كان مقيم. وجهودكم مشهورة، يعني إن دائماً قاعدين نشوف حتى إن كان على سبيل المطبوعات أو حتى يمكن بعض الأفلام المصورة فيها لهجات فيها لغات متعددة. الهدف في النهاية إن الجميع طبعاً يتقيد بهذه الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. لو رجعنا يعني معك نقيب عبد الله إلى موضوع المحلات التجارية، اليوم في بعض المحلات استأنفت نشاطها من الساعة 7، وفي العديد من المحلات الأخرى أو المجمعات من بكرة إن شاء الله راح يستأنفون عملها. فترة الغلق هذه، غلق المحلات التجارية، في البداية كان في حالة من الهدوء، كان في حالة من القبول المجتمعي تنفيذا لهذه يعني القوانين الصادرة. شو اللي نتوقع الحين من بعد ما يتم فتح هذه المحلات التجارية؟ طبعاً في البداية أحب أشكر أصحاب المحلات اللي كان عندهم قبول هذه القرارات. كان هناك تعاون كبير من قبلهم، حتى بعض المحلات عندنا إحنا سكرت قبل كان موعد بدء الغلق تعاوناً منهم معنا. إحنا حطينا خطة أمنية في بناءً على القرار الصادر بفتح المحلات اليوم. طبعاً الخطة الأمنية هذه تعمل على قسمين. القسم الأول راح نراقب اللي هم المحلات التجارية المشمولة بقرار قلق بناءً على قرار اللجنة التنسيقية. أما القسم الثاني راح نراقب المحلات التجارية التي فتحت مؤخراً، وراح نراقب اللي هم نسبة التباعد الاجتماعي، نسبة الازدحام في هذه المحلات، كما بيتم توعية البائعين خاصة بضرورة أنهما العدد راح يكون 5 أشخاص داخل المحل. طبعا هذا يعتمد على حجم ومساحة المحل. لما ننشر هذه الثقافة للبائعين وكذلك الدوريات الأمنية المستمرة على المشترين، فبإذن الله راح يكون هناك تطور
نستطيع إن شاء الله أن نحد من هذا الانتشار. إن شاء الله. أنا يمكن بعد لاحظت شيء في 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 سياق هذا الموضوع من اليوم يمكن أو حتى من خلينا نقول من آخر ما تم إصدار التعليمات الخاصة باللي هو يعني المحلات راح تفتح مرة أخرى، في عدد من المحلات بدأت تنزل في حساباتها، شفناها على أبواب محلاتهم الإرشادات هذه، ما يكون في أكثر من 5، ضرورة لبس الكمامات، إحنا بيكون من هذه الوقت لهذا، يعني بالفعل في وعي كبير حتى من أصحاب المحلات. حتى النشاطات يعني ظلت قائمة يعني فيما يتعلق بالمحلات اللي شمالها القلق، لأن لازال أيضا عملية التوصيل لازالت مستمرة، وحتى هذه اللحظة يعني حتى مع فتح عملية التوصيل يعني أوصوا فيها حتى وزارة التجارة التوصيل، يعني حتى شبكة الإنترنت يعني تم استخدامها بشكل كبير في هذه الأيام. نقيب عبد الله يعني نبي تنقل لنا الصورة كاملة فيما يتعلق بالجهود الميدانية. أنت ذكرت أن أيضا في تعاون من قبل السفارات بأن تنزل إلى الشارع معاكم لتوعية الجاليات الأجنبية الموجودة في مملكة البحرين. نبي نعرف بعد من هي الجهات أيضا اللي تشارككم هذه الحملات التوعوية في الميدان، سواء جهات حكومية أو حتى غير حكومية. طبعا نبتدي أول بالجهات الأمنية اللي إحنا نساند وتساندنا إحنا كمديريات أمنية. طبعا عندنا إحنا الدفاع المدني كان مشارك الأكبر من قبلهم في عملية التوعية، وكذلك الإعلام الأمني. لما أني خارج وزارة الداخلية، وزارة الصحة كان لها دور كبير في عملية التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنا اشتغلنا معهم في التوعية على تقريبا مرحلتين. المرحلة الأولى كانت ضمن انتقالنا معهم حق منازل المصابين، قدرنا خلال هذه الفترة ان احنا نتواصل مع المنازل المجاورة للناس المصابين او المشتبه فيهم، قدرنا نوعيهم بالامور الحاصلة واشتراطات والصحة. المرحلة الثانية انتقلنا معاهم لما كانت عندنا الحملات العشوائية في المناطق. فقدرنا نوصل مع لمجموعات كبيرة من مرتادين هذه المواقع، ووصلنا لهم المعلومات بالشكل المطلوب. شلون شفتوا الاستجابة المقيمين؟ الأمان الجميع كان متعاون من مواطنين ومقيمين. كذلك بعد ما ننسى دور الأمان المجلس البلدي وبلدية الشمالية والمحافظة الشمالية، كان لهم دور كبير في عملية التوعية بمسانداتنا في هذا الموضوع. نعم، يعني أمانة احنا كل اللي نقدر نقول ان بالفعل هناك جهود كبيرة، وجهود جميعها تكون مقدرة من رجال الأمن لكل ما يبذلونه اليوم للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين ولكل من يسكن على هذه الأرض. طبعا النقيب عبد الله عادل راشد القائم بأعمال رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، شكرا جزيلا لك وعلى حضورك. شكرا لك. شكرا. مشاهدين احنا مواصل معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل. تجنبوا مخالطة الآخرين، يعني لازم تكونون معزولين في البيت في غرفة بروحكم. هاي أنا يا مبهلون الله يحفظك، احنا ما اتفقنا، الحجر المنزلي يعني حجر صدق بروحك في الحجرة، وما كل شوية كل من داش عليك هاي ما يصير، خاصة يا هال بنتك هذه، يعني فكرتي ممكن تعادينها الله يحفظك، مو بزين. وإذا كلش مضطرة من بعيد حطي كمامة وخلي حد يفهمها، ترى نايلة مريضة هالأيام ما احتاج حد يشوفها. أبو سعود وينك؟ عيست وأنا نطرك؟ وايد تأخرت؟ أبو سعود ترى العشاء بارز وأنا مضطرقع من اليوع، خف روحك. شلون تحن يحطونك في الحجر؟ يقول لك قد بروحك وما تروح حق الأوادم، تروح تجيبهم عندك في البيت، قلبته ميلس. لا الله يحفظك، الحجر يعني أنت بروحك في الحجرة، ما تعاشر ما تخالط الأوادم، ولا شخالتها الحجر ذي بروحك، تذكر الله يسلمك. الحمد لله خلصت أكلي. أهم شي في الحجر المنزلي تتأكد أنك تأكل في صحن بروحك، وتغسل صحنك بنفسك، وتحرص أن ما حد يأكل من الصحن اللي أكلت منه. سمعتني؟
لازم تتأكدون أن الشراشف والمناشف اللي تستعملونها تكون استخدام شخصي، ما حد يستخدمها غيركم. ولازم تعرفون أن استخدام دورات المياه الله يعزكم لازم يكون استخدام خاص بك، يعني ما حد يستخدمها غيرك. وإذا كان لابد من المشاركة في استخدام دورة المياه، خليك آخر واحد في استخدامه علشان سلامتك وسلامة غيرك. لا يبون بهاللون الله يحفظك. من أهم طرق انتشار العدوى هو الإعطاس والكحة، وإذا عطست وكحيت حطك الكلينكس مو تقطة كذي هدد هاللون، حطه في سلة المهملات الله يسلمك تخلص منه بطريقة صحيحة. روح اغسل يدك وعقمها مثل ما بتشوفها الحين. لا تنسون تعقمون الأسطح اللي تلامسونها مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ومثل ما قال الدكتور لا تنسون تلبسون الكمامات والقفازات. إذا ظهرت عليكم أعراض حرارة أو كحة اتصلوا على الخط الساخن 444 علشان تأخذون الرعاية اللازمة لسلامتكم وسلامة الآخرين. نرجو منكم اتخاذ هاي الإجراءات البسيطة أثناء الحجر المنزلي، وما عليكم للعافية إن شاء الله. كلنا معا ضد فيروس الكورونا، كلنا فريق البحرين. حياكم الله مشاهدينا من جديد. يعني احنا صراحه من بدايه التحدي اللي قاعد نواجهه مع فيروس كورونا كل يوم نسمع شيء غريب، شيء عجيب صراحه، امور كثيره تنتشر، لكن من واجبنا في برنامج مجتمع واعي ان احنا نرد عليها، مو بانا ارد عليها ولا رقية ترد عليها، طبعا المختصين اهل الاختصاص هم اللي يردون على هذه. امس احنا شفنا يعني يرقية يعني مقاطع كثيره منتشره تحرض الناس على قطع الانترنت، يعني ودعت الناس بعد الى حرق الكيابل، يعني تحريض كبير صراحه، بدعوى ان شبكات الجيل الخامس تتسبب وتساهم في نشر فيروس كورونا. هو لو بس كان يعني الموضوع مقتصر على ذي الشيء كان بعد بنقول اهون شوي، لكن الموضوع تعدى هذا الشيء وتطور الى نظريه مؤامره، وان في ناس تسعى لقتل البشريه. مثل ما قال بسام، احنا ما بنرد، بنخلي ذوي الشأن وذوي الاختصاص هم يردون. فبيكون معانا عبر السكايب إحسان الكوهج، استشاري في تقنية المعلومات، وهو اللي راح يرد علينا. مساك الله بالخير إحسان، وهل بالفعل يعني شبكات الجيل الخامس أو الفايف جي تساهم في انتشار فيروس كورونا؟ أولاً مساء الخير ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية، ويعطيكم العافية على كل الجهود اللي قاعدين تقومون بها. طبعاً هاي الإشاعة سمعناها اللي تقول إن شبكات الجيل الخامس من الموبايل قد تسبب فيروس الكورونا، وهي يعني السبب وراء هاي اللي صاير في العالم. طبعاً يعني يمكن معظم الأشخاص أو التقنيين خاصة يضحكون لما يسمعون هاي الشيء، فيقولون حتى ما يحتاج رد. ولكن أنا أعتقد إن إحنا في ظل الأوضاع اللي صايرة، انتشار المعلومات، استفسارات الناس زايدة،
يعني المعلومات اللي تمر على الشخص زايدة بشكل كبير وايد، فصار الواحد ما يعرف يسمع حق مين ويصدق مين. أعتقد مهم إن إحنا نرد على هاي الإشاعة، لأن إذا ما رديت في ناس عندها نظريات ثانية يقول هاي مؤامرة وما يبون يقولون. فإحنا شنو نقول؟ هاي إشاعة الـ5G بدأت من شخص أو شخصين وانتشرت، لأن كانت تقول إن انتشار مرض الكورونا تزامن مع إنشاء محطات أو ريلات الـ5G في دول العالم. وفي ناس تقول إن شبكة الجيل الخامس هي اللي تسبب المرض، في بعضهم يقولون إن يساهم في انتشار المرض بطريقة أو أخرى، وفي ناس يقولون إنه هو يسبب نقص في المناعة، فمن كذي صرنا نمرض أكثر هاي الأيام. طبعاً ولا شيء من هاي صحيح، يعني إحنا دائماً نأخذ المعلومات من المختصين. شبكة الـ5G صار عليها دراسات عالمية في منظمة دولية توها من فترة نزلت دراسة قبلها 7 سنوات. في هاي الدراسة طلعوا كل طرق عمل الشبكة وبينوا إن ما في أي تأثير على الإنسان. إحنا في النهاية هل نأخذ المعلومة من شخص أو شخصين اللي بدأوا ينشرون إشاعة، أو نسمع من مئات الآلاف اللي اتفقوا على رأي واحد؟ اسمح لي يعني أسألك هذا السؤال، يعني واضح أنك يعني ما شاء الله على دراية تامة بهذه القضية وبهذه يعني الإشاعة اللي انتشرت. شلون يعني طبعاً اللي يقول لك أن المرض ينتشر في المناطق اللي تحتوي على شبكة الـ5G؟ طبعاً هو نص الإشاعة كان شنو يقول لك؟ يقول لك إن الدليل اللي عندهم إن مرض الكوفيد-19 انتشر بالتزامن مع المناطق اللي صار عندهم شبكة 5G في العالم، واستدلوا بهالشيء. قال لك مثلاً مدينة ووهان اللي الكل يعرف بدأ فيها المرض في الصين كانت أول مدينة يصير عندها شبكة 5G، فيمكن الشخص لما يقرأ هالمعلومة يقول إيه شلون يعني يربط هذه مع هذه. ولكن لو تدقق فعلا تكتشف ان مدينة ووهان ما كانت اول مدينة فيها شبكة 5G، كان في مدن قبلها باكثر من سنة ما صار عندهم المرض ولا صار شيء. ممكن حتى نشوف مناطق دول ثانية، عندك مثلا كوريا الجنوبية عندها شبكة 5G من زمان ومنتشرة في كل مناطقها، ولكن بنشوف شلون طلع عندهم المرض وشلون قدروا يسيطرون عليه مرة ثانية يبين لك إنه ما له علاقة بين الاثنين. نقدر نشوف دولة إيران مثلاً، إيران ما فيها شبكة 5G للحين، ما انتشر عندهم ولا بدأوا يسوونها، ولكن تفشي المرض موجود عندهم. فكل هاي الأشياء تبين لك إنه ما في علاقة. يعني حتى الإشاعة نفسها أنا شفت واحدة من الجزئيات كانوا يقول لك إنه حتى في عام 1918 لما صار وباء الإنفلونزا اللي قتل 50 مليون شخص حول العالم، قالوا إن هاي سببه إن الراديو طلع في عام 1918. فمرة ثانية الشخص لما يقرأ الإشاعة يقول إيه والله شلون طلع الراديو وصار الوباء، ولكن لو تدقق في المعلومة تكتشف إن الراديو ما طلع لسنتين عقب. أول محطة في أمريكا كانت في عام 1920، فمرة ثانية نكتشف إن هاي الشيئين ما لهم علاقة في بعض. يعطيك العافية أستاذ إحسان الكوهجي الاستشاري في تقنية المعلومات على هالمعلومات، صراحة يعني وعيتنا فيما يتعلق بهذه الإشاعة الغريبة جدا. يعني أنا أغرب إشاعة مرت علي رقية، بس عسى ما في شبكة 5G عندكم في الفريق. حنخليك من فريقنا، احنا نبي نقول انه يعني في النهاية مو كل شيء اليوم ينقال يتصدق، مو كل شيء قاعد ينتشر معناته هو صحيح. أحياناً في بعض الأمور لازم نتحري الدقة، مو أحياناً، دائماً لازم نتحري الدقة أمانةً. لازم نشوف المصدر الصحيح اللي أنا أخذ منه هذه المعلومة اللي توصلني، خاصة لما تكون في مثل هذه الأمور اللي أو في مثل هذه الظروف اللي نشوف الكل اليوم قاعد يحاول إنه هو ينشر معلومة، يحط فيديو، بس شنو مصداقيته ومتى صار، هل فعلا صحيح ولا مو صحيح؟ وهذا اللي اليوم بيخلينا فعلا نوصل إلى مستوى كبير من الوعي. وفي النهاية عشان نكون فعلا مجتمع واعي لازم فعلا نوصل للحقيقة من مصدرها الحقيقي. مواصل معاكم بعد هذا الفاصل. في
في هالوقت ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي السلام في الدقيقة مئات المعلومات والأخبار بعضها صحيح وأغلبها مو صحيح وفي وقت التحديات تزيد الشائعات يمكن من خوف أو من سعي للسبق أو غياب للوعي وهني يجي دورنا نصد الشائعات وننشر الحقيقة لأن مسؤوليتنا الوطنية عتم علينا إن المجتمع يعرف الحقيقة الإعلام المرعوب ما يصنع رأي عام وإحنا عندنا الجرأة والشجاعة إن نوصل الحقيقة كل الحقيقة بدون تزييف أو تهوين أو تهوين اليوم عليك مسؤولية مواجهة الشائعات مثل ما البحرين بأبنائها تواجه التحدي. بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها نظم معهد الإدارة العامة بيفا محاضرة إلكترونية لموظفي القطاع الحكومي. المحاضرة نظمتها بيبا بهدف تعريف الموظفين على النموذج الوطني الفعال اللي اتخذته مملكة البحرين للتعامل مع جائحة كورونا وأبرز الآليات الفعالة للتعامل مع الأزمات ومواصلة الإنتاجية من خلال العمل عن بعد. تفاصيل أكثر راح نشوفها وياكم في هذا التقرير. بهدف تعريف موظفي القطاع الحكومي بالنموذج الوطني الذي وضعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتعامل مع جائحة كورونا ومنح الموظف الفرصة للاستفادة منه في الارتقاء بالمخرجات الحكومية في ظل العمل عن بعد نحو مواصلة الحياة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة، نظم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة إلكترونية بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها، والتي تضمنت وصفاً علمياً للنموذج الوطني وآليات التعامل مع الأزمات. محاور لقاء اليوم يعني يأخذ أربعة زوايا. الزاوية الأولى هي المهارات الذهنية اللي يجب أن يتحلى بها من يقوم على إدارة الأزمات، والجانب الثاني هو جانب استشراف الأزمات، والجانب الثالث هو وضع الخطط بعد ما نقوم بعملية الاستشراف، والجانب الأخير هو جانب التواصل الإعلامي اللي كثير ما يغفل في إدارة الأزمات. بعد ما ندرس أفضل الممارسات المهنية في هذا الجانب سنسقط تجربة البحرين في إدارة الأزمة القائمة الآن على ضوء المعطيات هذه. احنا اليوم نبي نسوي فوكس حق موظفي القطاع العام، شلون تداخل هذه الأزمة تستغلها إيجابيا، شلون تتطور، شلون تحسن من أدائك، شلون تحسن من أداء سير العمل الحكومي، شنو هي الفرص الإيجابية اللي فيها. هذه جانب دورنا يرتكز في شنو، في ان احنا نزود موظفي القطاع العام بالمعرفة. حجم المعرفة اللي انت تمتلكها في إدارة الأزمة هو اللي بيساعدك في الخروج منها بهذه البساطة. فإذا انت فاقد حق المعرفة بتم ضايع مثل اللي غرقان مو عارف يطلع، لكن إذا انت موجود عندك المعرفة والمهارة راح تقدر تتجاوز هذه الأزمة وتستفيد منها إيجابيا، مو بس تتجاوزها، راح تطلع بدروس إيجابية. طبعا يتلو ما بعد الأزمة عادة هو الدروس المستفادة اللي خلينا نقول هي الدرع الحصين ليحميك في المرات القادمة إذا تقع في أشياء مشابهة من هذه النوع. فإحنا دورنا بيكون إحنا نحط المعرفة والنولج والمهارات المطلوبة اللي تساعدهم بتجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها في المرات القادمة. وقد حرص معهد الإدارة العامة بيبا خلال هذه الفترة على تكثيف مبادراته الرامية إلى تعزيز التعلم والتدرب عن بعد باعتبارهما مسؤولية وطنية يحملها كل موظف حكومي على عاتقه للحفاظ على إنتاجيته في ظل المرحلة الراهنة نحو الارتقاء بعجلة النمو الاقتصادي. استشراف الأزمات وإدارتها يتجسد اليوم في مملكة البحرين وفريق البحرين الذي عمل يدا بيد منذ بدء جائحة كورونا على تذليل الصعاب، وها هم اليوم موظفو القطاع الحكومي يستمدون العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية من الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك للارتقاء بالمخرجات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ريم سيف لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.
للحديث أكثر عن هذه المحاضرة ينضم لنا عبر سكايب الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. نمسي عليك بالخير دكتور، حدثنا أكثر عن أهمية هذه المحاضرة في ظل الوضع الحالي ومردودها أيضا على الموظف الحكومي وإنتاجيته. استشراف الأزمات وإدارة ثقافة وطنية تميزت بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الأول رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، بكل معنى الكلمة مثال واقعي على لإدارة الأزمات واستشراف الأزمات وإدارتها بشكل صحيح. فاستشراف الأزمات وإدارة في العمل الحكومي هي مسؤولية وطنية لابد للجميع يشارك، واللي مرت فيه البحرين خلال هالفترة القصيرة بيّنت بكل واقعية بكل شفافية إمكانية الفريق البحرين شلون بإمكانه أنه بالفعل يدير هذه الأزمات على المستوى الدولي. فإلمام الموظف الحكومي في الجانبين النظري والتطبيقي لاستشراف الأزمات وإدارته بالإدارة الصحيحة يمكننا من إعداد الخطط المستقبلية لتفادي مثل هذه الأزمات، سواء الأزمات اللي ممكن تجينا خلال الفترة القادمة المستقبلية أو الأزمات اللي يمكن نكون فيها عايشين في بعض الأمور لكن مو عارفين شلون نظهر منها، أو ممكن تكون في أزمات مفاجئة، كلها لابد من لها التخطيط المسبق. ونحرص اليوم على تقديم مثل هذه المعرفة والكفايات اللي تمكن المسؤولين الحكوميين والموظفين الحكوميين من التحرك بشكل مبادر لتحقيق لصياغة خطط وتحقيقها على أرض الواقع لو احتجنا خلال فترة أي أزمة من الأزمات. هذه المخرجات بالفعل تكون رافد للتميز أكثر وأكثر، لرفع الإنتاجية أكثر وأكثر في العمل الحكومي. كلنا اليوم في فريق البحرين ويجب أن نعمل كلنا بوعي تام من أجل هذه البحرين اللي نحبها واستمرار التنمية المستدامة. عساكم على القوة. رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك. في إطار خطة إجلاء المواطنين في عدد من دول العالم، قامت مملكة البحرين بإجلاء عدد من أبنائها من مدينة اسطنبول التركية بالتوازي مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند وصولها مطار البحرين الدولي. الزميل طلال نايف أعد لنا هذه التقرير، نتابعه ونرجع نكمل باقي فقراتنا. جنود يعملون ليلا ونهارا يطبقون معايير منظمة الصحة العالمية بحذافيرها فور وصول أي طائرة لإجلاء المواطنين لأراضي مملكة البحرين حفاظا على سلامة وأمن المجتمع. جهود جبارة تقوم بها مملكة البحرين ضمن خطة عملية الإجلاء للمواطنين المتواجدين بالخارج، وإجراءات وقائية واحترازية محكمة تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك الخطة. عملية إجلاء المسافرين البحرينيين وعددهم حوالي 95 مسافر إضافة إلى 6 من طاقم الطائرة، وتم عملية الفحص من قبل الكادر الطبي المتواجد في خيمة الفحص، حيث تم وضع الأجهزة الحرارية في حالة الاشتباه بأحد المسافرين يتم تحويله إلى الطاقم الطبي المتواجد على مدار الساعة بالمطار، فإذا اتضح أن المسافر مشتبه به في حمل الفيروس يتم نقله عن طريق مدير شرطة المطار وإخراجه من مبنى المطار بمسار خاص غير المسار الذي يستخدم من قبل المسافرين. كما تم إصدار تعليمات مشددة لكافة أفراد الأمن المطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية في التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع أجهزة التفتيش التي يبر منها المسافر. فور وصول الطائرة إلى البحرين تتخذ المملكة إجراءات الأمن والسلام المتبعة، حيث تقوم بعملية التعقيم والتطهير لجميع الأمتعة وإجراء الفحوصات اللازمة في الأماكن المخصصة للتصدي لفيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطن والمقيم. تم إنشاء خيمة طبية بالمنطقة الشمالية في مبنى المطار
وتم تقسيم هذا المبنى الخيمة لعدة أقسام، منها قسم الاستقبال وقسم الفحص الطبي والجوازات والجمارك، إضافة لذلك هي مزودة بجميع الخدمات، الخدمات الأمنية والخدمات الصحية، وكذلك التأكد من مختلف وسائل النقل التي تعمل على نقل المسافرين من الطائرة إلى موقع الفحص الطبي بالمطار، والإشراف على التخلص من النفايات من قبل الجهة المختصة، والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من قبل جميع الجهات بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية. سرعة الإجراءات وسلاستها من قبل فريق البحرين الذي يعمل طوال الوقت وفق الإرشادات والمعايير المعتمدة دوليا ما هي إلا مثال يحتذى به للعالم أجمع وصولا للهدف النهائي وهو سلامة الجميع. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. شفنا الجهود المتكاملة اللي تبذلها مختلف يعني وزارات مملكة البحرين، خصوصا فيما يتعلق بخطة الإجلاء اللي تقوم بها طبعا وزارة الخارجية مشكورة، وكذلك بعثاتنا الدبلوماسية في مختلف دول العالم. يعني رقية الصراحة يعني لله الحمد، لله الحمد يعني بفضل قيادتنا، بفضل يعني الدعم المتواصل لأبنائها ورعاياها في الخارج، يعني قاعدين نشوف أن البحرين للأمانة مو مقصرة مع البحرينيين في الخارج، يعني بالتأكيد يعني من بينهم بين هؤلاء البحرينيين أيضا الطلبة اللي يدرسون في الجامعات في الخارج واللي دائما ينشرون عبر حساباتهم الشخصية رسائل شكر وتقدير لسفارات البحرين في الدول اللي هما متواجدين فيها. صحيح بسام، عشان يعني نتكلم أكثر عن جهود وزارة الخارجية وسفاراتنا مع المواطنين في الخارج، تنضم لنا روزا الحربي وهي طالبة أمن سبراني في ماليزيا. مسيج بالخير روزا، وقولي لنا شلون الأوضاع عندكم؟ أمسي عليكم بالخير وأشكركم على جهودكم، وأمسي طبعاً على جميع متابعين برنامج مجتمع واعي. طبعاً في ماليزيا صار لنا شهر من غرروا من نزلوا غرر حظر التجول، والجامعات كلها وقفت والدراسة صارت أونلاين والاختبارات أونلاين. والسفارة سفارة مملكة البحرين في ماليزيا من أول ما بدأت الأزمة تواصلوا معنا تطمنوا على وضعنا، وبعد أسبوع تقريباً أرسلوا لنا مؤونة غذائية فيها كل الأشياء اللي نحتاجها عشان ما نطلع من بيوتنا ونروح نتشرى، وبعد حاطين لنا أدوات التعقيم والكمامات، وكل هالأغراض وصلت لي عند باب شقتنا. وفي النهاية حابة أشكر حكومتنا الرشيدة وسفارة مملكة البحرين في ماليزيا على اهتمامهم فينا، وإن شاء الله هالأزمة تعدي ونرجع لأهلنا بالشهادة ونرفع راسهم. أنتوا طبعاً أكيد رافعين راسنا دوم. الطالبة البحرينية روزا الحربي، شكراً جزيلاً لك. أمانة يعني بسام، كلام روزا كان في يعني نقاط حلو نحن نوقف عندها، لما ذكرت وقالت إن إحنا صج صار لنا فترة يمكن منقطعين عن الدراسة وملتزمين في بيوتنا والدراسة صارت أونلاين، لكن أيضاً ذكرت شيء جميل، ذكرت إن في تواصل، تواصل ما بين أبناء البحرين وما بين طبعاً السفارة، مو بس عملية تواصل، في اطمئنان، في توفير حاجيات لهم، في تزويدهم بمستلزماتهم اللي يحتاجونها، إن كان من أدوات تعقيم، إن كان من مواد غذائية، فعلاً أبنائنا في الخارج، وإن كان يعني إحنا حريصين إن إحنا بودنا يكونوا معنا، لكن إحنا متأكدين إنهم وهم هناك أيضاً عيوننا. أيضاً هذه الدول يعني طلبت منهم يعني التزام بالتعليمات، يعني مثل هالتعليمات في كل دولة تقريباً، تباعد اجتماعي ومنع التجمع والخروج للأمور الضرورية، لكن بعثاتنا الدبلوماسية الله يعطيهم الصحة والعافية قالوا لهم صحيح. يعني خصوصاً طلباتنا يعني إن شاء الله يردون بالسلامة، قالوا لهم قعدوا في البيت، قعدوا في بيوتكم، أي شيء تحتاجونه بس تواصلوا مع السفارة وراح نوصل لكم هذه الاحتياجات، سواء من ماكلة من الأمور صيدلية. فيعني صراحة الله يعطيهم الصحة والعافية. مشاهدين احنا عندنا فاصل الحين، نعم نأخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
في بادرة جميلة قامت فيها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بتبني بادرة أصداء الأمل اللي أطلقتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وموانئ أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان. هذه اللفتة كشكر وعرفان وتقدير للجهد الكبير اللي يبذله عمال الموانئ والبحارة كذلك في هذه الظروف الاستثنائية. نتابع. Security all ships. This is Bahrain Port Control. This announcement is made as part of the support against coronavirus COVID-19. Our solidarity to inform the whole world. We keep standby to give a prolonged blast for 15 seconds at 1730 local time. Appreciate your support. This is Bahrain Port Control. وكذلك أيضا من الأشياء الحلوة المنتشرة في السوشيال ميديا وحققت انتشار واسع هي أغنية أداها مجموعة من الفنانين كانت بعنوان خليك في البيت. الأغنية لحنها يعني ذكرني شوية بأغنية من مسلسل إسباني، لكن تدري خلينا نتابع ونشوف كل الأغنية. خليك في البيت لا نخش من الحيط، كل اللي عليك غسل إيدك عقمهم منيح منيح نحلى نطلع برا يا إلهي الله فترة ونتعدي إن شاء الله. احضري أفلام أكل الموني خلصنا 13 كيلو نصحنا ما ضل مسلسل على نتفليكس ما حضرنا خانقنا عالريمون صالحنا بالبسكوت فترة وبتعدي إن شاء الله. كل اللي عليك غسل إيدك عقمهم منيح منيح نحلى نطلع برا يا إلهي الله. حلوة الأغنية رقية الصراحة، بس عندي أغنية حمل عبيدي لازالت يعني توب وان، يعني نعتمد عليك وخليك في البيت. يعطي الصحة والعافية مشاهدينا، يعني بنوصل معكم باقي الفقرات السوشيال ميديا. شكرا أبطال الوطن، تحت هالعنوان نشر نائب رئيس أسرة الأدباء والكتاب الدكتور راشد نجم أبيات شعرية جميلة تعبر عن شكره وامتنانه لكافة العاملين في خطوط الدفاع الأمامية لمكافحة فيروس كورونا. الأبيات الشعرية لاقت تفاعل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، نسمعها وياكم وراجعين. شكرا أبطال الوطن، شكرا لكم، شكرا من القلب لكم، شكرا انتوا أبطال الوطن نفخر بكم فعلا. شكرا أطبائنا وشكرا لضباطنا وحق كل متطوع، كلكم على راسنا نفخر بكم، صامدين على خط الخطر واقفين ضحون بأرواحكم بس تسلم البحرين. فزعة شعب شفنا وروح انتماء عشنا، وطن عليه نعيش ولا شيء يفرقنا. شكرا قيادتنا، شكرا قيادتنا، ما شفنا اي تقصير وقت المحن انتو حكمة مع التدبير. شكرا لكم واحنا بنتجاوز المحنة بالموقف الاقوى. تسلم لنا البحرين بأهلها الطيبين وكلنا على القوة.
في كل وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل تصريح ولقاء يتم إجراءه عن أي موضوع يبدأ الجميع بالشكر كل من يقوم بخدمة الوطن في هذه المرحلة ويقف في الخط الأمامي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهالأمر يتم لأن كل أفراد المجتمع شركاء في مقاومة هذه الأزمة العالمية. هذه هي البحرين وهذه طبايع أهلها، ثقافة الشكر والتقدير من الصفات والقيم المتأصلة في أبناء هذه الوطن وتجسدت اليوم بأكثر من وسيلة عبر الحملات التوعوية، الرسائل المكتوبة، الحملات الإعلانية. كل هالأشياء تدل على تكاتف أهل البحرين ووعيهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية اللي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. أكيد طبعاً، ومثل ما عندنا ثقافة الشكر اكتشفنا روح التحدي عند الإنسان البحريني، فرغم الصعوبات إلا أن الحياة استمرت واتجهنا لثقافة توظيف التكنولوجيا بشكل أكبر، والتعليم صار عن بعد، والخدمة الحكومية صارت يعني أكثر في مواقع الإنترنت، وكل الأمور اليومية الاعتيادية تحولت لشكل جديد يواكب التطور الجديد. تجربة كورونا أنتجت ثقافة جديدة على مختلف الأصعدة، سواء في ثقافة التسوق أو العلاقات الاجتماعية أو في مسألة الحياة المنزلية وحتى النظافة والوقاية الشخصية، كلها راح يكون لها أثر في نمط الحياة بعد إن شاء الله ما نتجاوز هذه المرحلة. إحنا اليوم أمام اختبار لقوة الإرادة، وعلينا أن إحنا نكون جاهزين ومستعدين لتحقيق النصر على هذا الفيروس، واللي يحتاج لثقافة الإيمان بقوة الإنسان بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى في قهر الظروف الصعبة. ولازم نزرع في أبنائنا أيضا خصوصا من الجيل الجديد ثقافة الحرص والثقة والابتعاد عن الهلع والخوف. نلقاكم إن شاء الله على خير باشر في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. مع السلامة، في أمان الله. لنخش بالحيل كل اللي عليك غسل ايدك عقمهم نيح نيح نحلى وطلع برا يا إلهي الله فترة ونتعلى الدين إن شاء الله احضري أفلام وقلال 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 وقلال